من اللي يقول احنا ما نقدر 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 والله نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر هذا البرنامج برعاية من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة استثنائية من برنامجكم صوت الإرادة. حلقتنا اليوم استثنائية لأن ضيفنا ليس معاقاً، ضيفنا ليس من دولة تجد خاصة، فهو لم يحقق الميداليات ولم يضرب الأرقام القياسية. ضيفنا اليوم ستتعرفون عليه أكثر من خلال التقرير التالي. من اللي يقول إحنا ما نقدر عندما تتحدث الصور كتاب يستعرض قصص المعاقين ويبرز إنجازاتهم ليثبت لأصحاب العقول المتحجرة ومعاقي الفكر بأن الإعاقة لم تكن ولن تكون حجر عثرة في وجه الإرادة. عبد العزيز الغانمي مؤلف هذا الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأت فكرة هذا الكتاب على أثر دورة بعنوان التفكير وبناء الذات. ملخص هذه الدورة أن الإنسان مرتبط في هذه الحياة بتفكيره، متى ما كان تفكيره يحتوي على طموح وكان تفكيرا إيجابيا فإنه سينجح في حياته، وإذا كان تفكيره سلبيا عن ذاته فإنه سيفشل. فهذا هو ملخص الكتاب. شخصيته طموحة، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في مجال التربية الإسلامية، إضافة إلى أنه محاضر في البرمجة اللغوية العصبية والتفكير الإبداعي. الدافع لتأليف هذا الكتاب هي بناء الدورة أقدمها هي التفكير وبناء الذات. فأثناء الدورة أقدم صور لأناس بهم إعاقات، فأجد تفاعل الناس وأجد تأثر الناس بهذه الصور، فوجدت أن الدافع أكبر، فجمعت هذه الصور في كتاب من أجل تحفيز الآخرين إلى الإنجاز. ومن هنا جاءت فكرة مشروعه العملاق، اختار الصورة لتكون أبلغ رد على أولئك المشككين والمتحذلقين الذين لا يؤمنون إلا بما تراه أعينهم، فسطر إبداعات المعاقين ووثقها بالصور المؤثرة متبعا الحكمة التي تقول الصورة خير من ألف تعليق. هو ليس معاقا ولا تربطه صلة قرابة بأحد أبناء هذه الفئة، لكنه حمل على عاتقه هم تصحيح نظرة المجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة. تنوعت ردود الأفعال من الأصحاء، من أثر في هذا الكتاب كثير فقال لا عذر لي بعد اليوم، وأما الآخرين الأخوة المعاقين فبعضهم تشجع، بل بعضهم قال لا أشعر بإعاقة، إنما أريد أن أبدأ الحياة من جديد. فسخر جهده ووقته وقلمه لتحقيق هذا الهدف، وعقد العزم على إتباع هذا الكتاب بنسخة أكثر تحديثا، وربما يتحول هذا الكتاب إلى موسوعة علمية في يوم من الأيام. والسؤال الأهم، متى سيرتقي مجتمعنا إلى هذا المستوى العالي من الوعي والشعور بالمسؤولية تجاه هذه الفئة؟ متى سيكون لدينا أكثر من غانمي واحد؟ متى سنسمح لأنفسنا بالاستماع إلى صوت الإرادة دون حواجز وهمية لا توجد إلا في عقولنا؟ من اللي يقول احنا ما نقدر. اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. تابعت التقرير ضيفنا عادي جدا، مجرد انه يهتم
بدولة درجات خاصة، ألف كتاب يتحدث عن المعاقين، استعرض قصصهم، استعرض إنجازاتهم. سنتحاور مع ضيفنا الأستاذ عبد العزيز الغامدي، ونحاول نعرف عنه أكثر ونتعرف أكثر على هذا الكتاب. في البداية أرحب بك أستاذ عبد العزيز، مساء الخير. مساء النور، حياك الله أستاذ محمد. سعيد جدا بوجودك معي اليوم. وأنا أسعد. الله يسعدك. في البداية أستاذ عبد العزيز، خلينا واقعيين وصريحين مع بعض. أغلب الناس المهتمين بالإعاقة إما يكونوا معاقين أصلا أو تربطهم صدق قرابة بأحد الأشخاص المعاقين، فأنت من أي القسمين أنت؟ حقيقة ليس من القسم الأول ولا من الثاني، فلكن اهتمامي بهذا الجانب هو من باب تحفيز الناس الأصحاء وكذلك الأخوة ذوي الاحتياجات الخاصة. لأن أنت تأخذ الموضوع من جانب دعم وتشجيع لهذه الفئة. طبعاً لهذه الفئة وأيضاً لفئة الأصحاء. يستفيدوا من دروس هذه الفئة. دروس. يستفيدوا من دروس الحياة، لأن كثير من الناس قد يكون محبط أو ينظر إلى جانب السلبي في حياته، لكن عندما يرى ذوي الاحتياجات الخاصة ينجز في الحياة بلا شك أنه سيتشجع. فهم يقدمون درس مجاني للصحة. متى بدأت تهتم بهذا المجال بالتحديد؟ بدأت أهتم بهذا المجال بعد أثناء تقديم دورة تفكير وبناء الذات. كنت أعرض صور لذوي الاحتياجات الخاصة وقد أنجزوا وتميزوا في حياتهم. أعرضها لناس أصحاء، أعرض لهم لأقول لهم أن هؤلاء أنجزوا في الحياة مع أنهم لديهم نقص في الإمكانيات ومع ذلك أنجزوا. فما الذي يمنع الإنسان الصحيح أن ينجز في حياته؟ فهو درس مجاني يقدم لمن لا ينجز في حياته رغم وجود الإمكانيات. أثناء الدورة التدريبية زاد تفاعل من هؤلاء الأصحاء؟ حقيقة أكثر التفاعل كان بسبب الصور، لدرجة أن بعض المتواجدين والمستفيدين من الدورات يتصل بعد ذلك ليعلق على الصور التي رأها. لأن من هنا جاءت فترة تأليف هذا الكتاب. من هنا أتت الفكرة. نعم. وكيف تحولت الفكرة من أفكار أو مجرد تصورات إلى واقع ملموس وحبر مكتوب على ورق؟ حقيقة بعدما رأيت أثر الصور على الناس، وكما قيل الصورة تعدل ألف كلمة، رأيت أثرها، بدأت فكرة الكتاب وبدأت أجمع مادة هذا الكتاب حتى اكتملت مادة ورأيت أنها مناسبة أن تنزل للإعلام. إيش أبرز المرازع أو المصادر اللي اعتمدت عليها في تأليف هذا الكتاب؟ والله اعتمدت كثيرا على الوسائل الإعلامية ومن أهمها الإنترنت. الإنترنت. وجدت فعلا المعلومات التي تحتاج إليها؟ وجدت الكثير من المعلومات التي تحتاج إليها فيه. الصورة خير من ألف تعليق، لأن جاءت الفكرة بوضع صورة المعاق ونبذة مختصرة عنه، وأسميت الكتاب عندما تتحدث الصور، لأن تسمية الكتاب لهذا الاسم كيف جاءت الفكرة؟ فكرة الكتاب هي أن تكون أخاطب المستفيد بتقنية الصورة فقط، لأن الكتب التي تتحدث عن الهمم وعن الإرادة وقوة الإرادة والقصص كثيرة جدا متوفرة في المكتبات، لكن الكتب التي تخاطب الآخرين عن طريق الصورة في هذا المجال في ظني أنها لا توجد. فرأيت أن أجمع صور فقط ليخاطب المستفيد بالصورة، لأن الصورة يفهمها الصغير والكبير، وكل إنسان يفهم الصورة ويفهم الدرس المستفاد منها. فعملت أن يكون الكتاب مهتم بالصورة أكثر من الكلمات. كم استغرق تأليف الكتاب؟ تقريبا سنتين. سنتين.
طيب إيش عبر الصعوبات اللي واجهتك أثناء تأليف الكتاب؟ أبرز الصعوبات هو البحث عن الصور. البحث عن الصور؟ عن الصور، لأنني لا أريد أن أذكر أي حادثة إلا وأن تكون الصورة موجودة، أيوة، أستشهد بالصور، لأن هي المادة الأساسية في الكتاب، ليست القصة أو الحكاية. طيب في صعوبة في البحث عن الصور؟ طبعا في صعوبة، لأن لا يوجد اهتمام بهذه الفئة كبير، فبتلقائيا لن تجد صور كثيرة. كيف استطعت تجاوز العقبة هذه؟ صراحة طريق البحث الانترنت كثيرا، المراجع الموجودة عليه، فاستطعت أجمع مادة بسيطة، مع أنني آمل أن تكون أكبر في المستقبل بإذن الله تعالى. في الكتاب استعرضت حالات من جميع أنحاء العالم، من المملكة، من العالم العربي، من العالم الإسلامي، حتى من دول العالم المتقدمة. إيش معيارك الأساسي لاختيارك للشخصيات هذه؟ المعيار الأساسي، أنا اخترت في جميع أو أكثر دول العالم، واخترت بمختلف الأعمار والفئات. لماذا؟ لأني لا أريد، لأن رب اقتصرت على فئة معينة أو مجتمع معين أو كذا، ربما يأتيك ويتكلمون عن هذا المجتمع هو الذي ساعد هؤلاء. لكن عندما تختلف المجتمعات نرى أن الإرادة هي صاحبة الصوت الأعلى، فهؤلاء أصحاب إرادات خرجوا في كثير من المجتمعات المتنوعة، سواء كان المجتمع يساعد على ذلك أو لا يساعد، إرادتهم هي التي قالت الكلمة بعد إذن الله تعالى. لأن أنت تريد أن تقول باختصار بأن هؤلاء المعقلين المتميزين موجودين في كافة المجتمعات. في كافة المجتمعات، وليسوا مقتصرين على مجتمع معين. وليس على مستوى معين أو سن معين، لأنه وجد أطفال صغار السن مع ذلك تميزوا وعملوا وعاشوا حياتهم. طيب إيش أبرز الحالات اللي فعلا أثرت على الشيخ عبد العزيز الغامري في هذا الكتاب؟ أبرز الحالات اللي أثرت عليك وشدت انتباهك؟ حقيقة كل ما في الكتاب أعتبره بارز وشد انتباهي، لكن قصة الأخ خلدون سنجاب في لو تعرضها، لو تفتح الكتاب وتستعرضها، أعرضها أكثر. إيش قصة الأخ خلدون؟ خلدون سنجاب هذا الشاب كان صحيحا، ثم أصيب بشلل كامل، ثم أصيب بشلل كامل، مع ذلك توقفت كل الأعضاء ولم تتوقف الإرادة عنده، فاستمر في مجال الحاسب الآلي وأصبح مبرمجا يستخدم شفته، الشفة، ويعد أيضا للشركات، يعد برامج للشركات، فهذه مهنة يعمل بها، وهنا دليل قوة الإرادة وعدم توقف الحياة. طبعا أستاذ عزيز، أنا اطلعت على الكتابة الحقيقة وقرأت فيه، لأن في بعض الحالات غريبة شوية أو يصعب تصديقها، لأنه نتكلم عن مصور أعمى. أنت كيف استطعت أنك أنت تتقبل مثل هذه الفترة؟ يعني مصور أعمى شوية صعبة تفحص صور. حقيقة الحياة مليئة بالغرائب والعجائب، فلذلك كثير من القصص، المصور الأعمى أو غيره، قد الإنسان يتوقف في استعراضها لو كانت مجرد حديث يحدث به الناس، لكن أن تأتي بالصورة وتقول لهم هذه الصورة، هذه الحقيقة، إذن لا يتحرج الإنسان. يعني وجدنا الشخص الذي يسبح بدون أطراف، يمارس السباحة بدون أطراف، مهما تقول للآخرين تقنعهم بهذا لن يقتنعوا، لكن عندما يروا الصورة فالصورة تعدل ألف كلمة. صحيح. طبعا أستاذ عزيز، هذا جبنا إلى سؤال أو إلى محور آخر. خلينا نتحدث عن نظرة المجتمع لدولة ذات خاصة. أنت كيف تقدم هذه النظرة في مجتمعنا إحنا؟ كيف تقدم نظرة المجتمع لدولة الاحتياجات الخاصة؟ حقيقة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطيب لي أن أسميهم ذوي القدرات الخاصة. هذا أجمل. فهم بشر مثلهم مثل الآخرين.
فلم يعطيهم الله عز وجل أو نقصت عندهم بعض الإمكانيات، لكن بقي عندهم الأهم وهو إرادة الحياة. فالمجتمع حقيقة قد توجد عنده جوانب سلبية في النظرة لهم أو الانتقاص من إمكانياتهم، لكن حقيقة من تأملهم ووجد وعاش في حياتهم وجد أن لديهم إمكانيات أخرى، إمكانيات فكرية، إمكانيات عقلية، نجد أنهم أنجزوا إنجازات لا يمكن أن ينجزها الأصحاب. طيب إيش سبب هذا النظرة أستاذ العزيز؟ لماذا ما زلنا متقوقعين في هذا النظرة الضيقة؟ لماذا لا نستطيع التحرر من هذا النظرة والتمتع بنظرة إيجابية للمعاق؟ ولا عدم تسليط الضوء الإعلامي على هذه الفئة وعلى إنجازاتها. تأخذ الإعلام أنا مسؤول عن هذا النظر؟ ليس دائما، لكن هو لو سلطت على إنجازاتهم وحياتهم الخاصة وكيف عملوا في هذه الحياة وكيف أنجزوا، بلا شك ستتغير النظرة، حتى لا تكون النظرة إلى أن هذا إنسان ليس لديه إمكانيات، لا يمكن أن يقدم، لا يمكن أن يخدم، فتكرس هذا الفكر لدى المجتمع. لكن متى ما سلط الإعلام على هؤلاء وعلى إنجازاتهم سيجد ستغير نظرة المجتمع. هل تتخذ الإعلام لوحده قادر على أن يغير النظرة؟ لا، لن يكون كافيا لوحده، لكن هو سيؤدي رسالة بلا شك، سيؤثر في المجتمع. طيب إيش الأطراف الأخرى اللي ممكن تساعد الإعلام؟ أعتقد أن المجتمع بكافة مؤسساته هو مسؤول عن هذه البيئة ومسؤول عن خدمتهم وعن تقديرهم وعن تيسير الإمكانيات التي تساعدهم على البروز في هذه الحياة وأداء رسالتهم مثلهم مثل أي شخص في الحياة. أستاذ العزيز، أنت استعرضت قصص المعاقلين المتميزين، لكن في المقابل في المعاقلين للأسف الشديد ينظر إلى الحياة نظرة تشاؤمية، انتهت حياتي، هذا نهاية العالم، لن أستطيع النجاح، سوف أفشل. تعليقك على الموضوع؟ فعلا يوجد بعض الأشخاص بهذا الفكر، يظن أن حياته توقفت عندما تعطلت بعض إمكانياته، وهذه نظرة خاطئة بلا شك. فالإنسان لا تتوقف عنده إرادة الحياة، ولن يتوقف عنده العمل، ولن يتوقف عنده الطموح أبدا ما دام حيا. فهذه نظرة تكرست بسبب عدم وجود المثل التي يشاهدها المعاقين مثلا في مجتمعاتهم، فلو أبرجت الشخصيات التي أنجزت بلا شك سيتغير النظر، لأن أحد المعاقين بعدما رأى الكتاب ماذا قال؟ قال أنا أجد نفسي سليما معافى وستبتدأ الحياة الآن. سبحان الله. فعندما رأى هذه النماذج طب تأني متى تلقي باللوم على المجتمع من خلال حديثة في السابق؟ لأن هل تعتقد أن مسؤولية نظرة المجتمع نحو المعاق المسؤولية الكبرى على المجتمع أم على الشخص المعاق نفسه؟ على الاثنين. الجزء الأكبر؟ الجزء الأكبر على المجتمع، لكن لماذا؟ لأنه لم يختم هذا المعاق، لم يبين لهذا المعاق أنه عنصر ممكن أن يقدم، ممكن أن ينجز، أنه عنصر له أهدافه وله طموحاته وله حق الحياة مثل غيره. هذا تعتقد أن المعاق قادر على أنه يفرض نفسه على المجتمع؟ يستطيع، وحصل ذلك. حصل ذلك؟ يستطيع. طيب هذا تناقض مع تناولك في البداية لما كنت ذكرت أن المجتمع هو المسؤول الأكبر. هو مسؤول، لكن الإنسان صاحب الإرادة قد يتغلب، قد يفرض نفسه، وليس كل شخص يستطيع أن يفرض نفسه. أستاذ عبد العزيز، شاهدنا في التقرير أن كنت إن شاء الله عندك مننا أن تطور الكتاب أو تصدر نسخة ثانية عنه أو تحول إلى مشروع، حدثنا عن هذا المشروع باختصار. بالنسبة للكتاب أنا ذكرت صفحة للتواصل في آخر الكتاب، فهذه الصفحة أطلب من ممن وقع في يده الكتاب أن يكون أو وجد لديه شخص معاق وقدم وأنجز وتميز أن يراسلني بالصور ونبذة عن هذا الشخص مهما كان هذا الشخص وفي أي مكان. إن شاء الله سنشوف عندما تتحدث الصور طبعة النسخة الثانية بإذن الله تعالى.
تضع أخيرة للمشاهدين؟ المشاهدين حدثهم أو سواء الأخوة أصحاب القدرات الخاصة أو الأصحاء، أقول لهم أن الحياة دائما تحتاج إلى العطاء، تحتاج إلى الإرادة، تحتاج إلى أن يقدم الإنسان كل إمكانياته من أجل أن يخدم مجتمعه، من أجل أن يقدم شيئا في حياته. فالحياة لابد أن تكون فيها أهداف، فلا يمكن أن تكون الحياة حياة بدون أن يكون فيها أهداف. أشكر شكرا أستاذ العزيز على هذا اللقاء الجميل والممتع حقيقة، وإن شاء الله نشوف الكتاب في أبهى حدد وفي الطبع الثاني إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أشكر كل من تابعنا في هذه الحلقة. بقي أن أقول بأن لكل منا صوت يجب أن يسمع وصوت الإرادة أحق أن يسمع، فلنستمع له دائما حتى لا تنسون. أترككم في أمان الله ورعايته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ 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 والله نقدر. منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ نقدر. منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ هذا البرنامج برعاية